في انه يوقع اتفاقيات دون الرجوع لاحد. اتفاقيات مع مين؟ عمل مع تركيا ومع قطر. لابد ان نعرف هذه بتنص على ايه الاتفاقيات دي؟ اتفاقيات ثنائيه اقتصاديه، تبادل تجاري، واتفاقيات تانيه حوالين استثمارات هنا، وحوالين اقليم القناه، وحوالين حاجات كتير جدا. لازم الملفات دي تتفتح ونعرف حصل فيها ايه. دي ما فيهاش مصالحه. الملف الثالث، استثمارات التنظيم الدولي للاخوان في افريقيا وفي اثيوبيا، وخصوصا في استثمار جديد جاي علينا وجاي على البشريه بالكامل، استثمار جديد لن ورائع جدا ومكاسبه هتبقى بالاف المليارات، الاستثمار في المياه، خصخصه المياه العذبه في العالم، وعلى راسها مياه نهر النيل. والاخوان داخلين، التنظيم الدولي للاخوان انا متاكد انه داخل شريك في هذه المساله، وان دي الصفقه اللي تمت. كل دي ملفات يجب ان تفتح. دي صفقه نهر النيل، ما فيهاش مصالحه، دي صفقه سد فيها النهضه محزن. يا فندم، سد النهضه لا يمكن. ما احناش قاعدين اعداد مصاطب انه يروح يزور افريقيا ويروح يحضر فيديوم حلاب وشلاجين المؤتمر، لا يروح يحضر المؤتمر في اثيوبيا، وتاني يوم وهو في الطياره يطلع يعلن عن البدء في بناء سد النهضه، ويقعد 3 ايام الرئاسه لا تنطق ولا تطلع بيان، ولا وزير الري ينطق ويطلع بيان، ولا وزير الخارجيه ينطق ويطلع بيان، واحنا نهاتف الجرايد ونهاتف الفضائيات على ما طلعوا بيان. والاخر لما يعمل مؤتمر سري يذيعه على الهواء، ويطلع ايمن نور يقول ده احنا نعمل ان عندنا طيارات، ونطلع اشاعات وعندنا طيارات بدون طيار. قعدت مصاطب الناس دي، عارفه هي عملت ايه. طب بخصوص